نحن الآن داخل حي الانتصار، حي الانتصار جنوب شرق الموصل، هنا الزقاق 77. سنتجول في أحياء هذه المنطقة بعد أن قامت قوات الفرقة التاسعة المدرعة بتحريرها. من حي الانتصار أرادت الفرقة التاسعة المدرعة في الجيش العراقي أن تسجل أولى انتصاراتها في الموصل. هنا ينتشر أفرادها فيما تتواصل الاشتباكات مع داعش عند خط التماس مع الأحياء الأخرى. العدو أنشأ سواتر ترابية وأنشأ خنادق وأنشأ منظومة موانئ، هسه ينطهر بالمنطقة من العبوات الناسفة من مخلفات داعش القذر. اللافت في تحرير حي الانتصار بقاء بعض سكانه داخله، لم ينزحوا تنفيذا لتعليمات القوات العراقية، لكنهم عاشوا فصول القصة بكاملها من احتلال داعش مناطقهم إلى تحريرها من قبل الجيش العراقي. أنا كنت بكره الدواعش كثير، خلصنا منهم كانوا هوني، كنا منضوج كثير من عندهم. اللي كان عنده لحية كان يزين لحيته، كانوا ياخذوا منه غرامة ويجلدوه، والمدرسة ما كانت منيحة. احنا من طبع علينا جيش، هو بالبداية كان صعب علينا المواجهات من جهتين يعني، بس الحمد لله يعني جيش من عرف عوائل فما قام يقصفون البيوت يعني. بدقة يرصد الجيش العراقي محاولات داعش القيام بأي تحرك، تتقدم قطعاته داخل الأزقة في عملية تطهير وتمشيط لكل الشوارع والمنازل. هنا داخل حي الانتصار تخوض قوات الفرقة التاسعة في الجيش العراقي حرب شوارع، تستهدف عناصر داعش، هذه جثث بعض عناصر داعش. هنا تماما يتم يعني التقدم شارع بعد شارع، القوات تحاول الجيش العراقي في كل مكان هنا، ويضرب بقوة عناصر داعش مواصلا تقدمه نحو مركز الموصل. حاليا انت وياي برا المعركه، ما بقى شيء حي الانتصار ونكمله. الان القطعات كلها تكمل تتقدم، وانت شفت الوضع مال قطعاتنا وابطال جنودنا الابطال شلون ينظفون منزل منزل ويدخلون على الحي الثاني ان شاء الله. رصد عناصر داعش واستهدافهم لدى محاولاتهم الالتفاف وضرب تقدم القوات العراقيه من الخلف لا يغيب هنا ايضا عن المعركة. حازم كلاس من حي الانتصار جنوب شرق مدينة الموصل، الميادين.